أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي عن العلاقة المتوترة بين الشرعية وأطراف التحالف العربي وطبيعة تلك التباينات والخلافات وتصورات الحل بنظر الحكومة اليمنية. أقر وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الخلاف مع دولة الإمارات أجل عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال المخلافي في حوار مع شبكة بي بي سي عربي إن الإشكاليات والتباينات مع الإمارات والتحالف لا بد أن تحل ولا يمكن أن تستمر، خصوصا فيما يتعلق بالميليشيات الخارجة عن الشرعية. وأكد المخلافي وجود توجه حكومي لفتح حوار واسع مع التحالف من أجل تصحيح بعض الاختلالات التي حدثت في عدن خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دعم أبوظبي للميليشيا المسلحة تعد إحدى نقاط الخلاف التي سيتم بحثها مع الإمارات والتحالف. وأضاف أن المعركة القائمة الآن هي معركة الانتصار للشرعية ودحر الانقلاب، وأي مطالب أخرى سيتم بحثها لاحقا. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل وصل خلاف الشرعية مع التحالف إلى حد التنازع على السيادة الوطنية؟ وما هو تصور الشرعية اليمنية للخروج من هذه الدائرة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. تحالف بلا حليف، هكذا انتهى حال التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن، الذي يبدو أنه يمضي قدما في تمرير مشروع الهيمنة والنفوذ واستهداف الشرعية دون اكتراث لأحد. عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والرجل الثاني في الحكومة المهجرة والمصادرة الصلاحيات انضم مؤخرا إلى 4 وزراء آخرين يحتل معظمهم الصفوف الأولى في التراتبية الحكومية إلى خط الانتقاد العلني للتحالف. مقاربة الوزير المخلافي جاءت دبلوماسية قياسا بما كشفه زملائه قبل ذلك، لكنها أضاءت بما يكفي على الحرب السياسية والعسكرية التي تعصف بتحالف التحالف مع الشرعية وتزيح الغطاء عن تحالف يبدو أنه ينسج انقلابات أسوأ من تلك التي نسجها قبل ذلك مع الحوثيين وصالح في 2014. نحن لدينا توجه، نحن وأشقائنا في التحالف، إلى حوار واسع لتصحيح بعض الاختلالات التي حدثت في العلاقة والوصول إلى الصيغة التي تتناسب مع الدور النبيل في دعم الحكومة الشرعية ودعم الشعب اليمني. ما هو وسع هذا الحوار يا ترى؟ فيما إشكالية العلاقة مع التحالف لا تحتاج إلا إلى قرار من الحلقة الضيقة في دائرة صنع القرار العليا في الرياض وأبوظبي، بما يساعد على تصحيح الاختلالات ويوصل إلى صيغة تتناسب مع دور التحالف في دعم الشرعية والشعب اليمني كما جاء على لسان وزير الخارجية. النقطة الحرجة في استهداف التحالف للشرعية تتمثل في منع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي جاء هذا التحالف لمساعدته من العودة إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن. الرئيس بوسعه أن يعود إلى عدن، هكذا أكد الوزير المخلافي وبتحفظ قبل أن يعيد الأمور إلى سياقها بتأكيده أن قيودا تحول دون عودة الرئيس بعضها يتعلق بالانقسامات الأمنية وبعضها يتعلق بالمشكلة الراهنة القائمة مع الإمارات. هذا هو مروط الفرس إذن. الرئيس هادي سيستطيع أن يعود في أي وقت، ولكن في إطار مشكلة الأوضاع والانقسامات الأمنية ومشكلة مع أيضا أشقائنا في الإمارات في إطار عدن، نحن فضلنا أن نؤجل هذا الأمر لكي لا تكون العودة مشكلة وإنما تكون حل. عقد التحالف انفرط تقريبا وتلاشى دور الحكومة وتآكل قرارها السيادي، ولم يبقى سوى القرار العسكري للتحالف الذي اختار أخيرا أن يدعم جزءا من الانقلابيين لإعادة تركيب سلطة جديدة تتفق مع المصالح غير الواضحة للرياض وأبوظبي. يا له من دعم أخوي يشارف حد الكارثة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي من الرياض. مرحبا بك استاذ مختار. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. اهلا بك استاذ مختار. ربما اذا هذه المره جاء تصريح وزير الخارجيه، ربما هو المسؤول الاول للعلاقات اليمنيه الخارجيه، وتحدث بالتباينات والخلاف بين الحكومه والامارات العربيه المتحده. برايك ما الذي سيتغير هذه المره بعد هذا التصريح؟ أنا أعتقد أنه من المفترض أن يتم تصحيح العلاقة التي نادى بها نائب رئيس الوزراء المستقيل جباري، والتي نادى بها أيضا الوزير المستقيل صلاح الصيادي، والتي اختتمها بوزير الخارجية الرأس الدبلوماسية اليمنية
والمسؤول عن العلاقات الخارجية للجمهورية اليمنية. بالتالي نقول أنه لا بد من تصحيح العلاقة ولا بد من إعادة المسار إلى طبيعه. ما يحدث في اليمن هو وضع غير طبيعي، ما يحدث في مدينة عدن وفي المناطق المحررة وضع غير طبيعي ولا بد من معالجته. إذا لم يتعالج هذا الوضع اليوم سيكون على اليمن واليمنيين والجمهورية اليمنية وكذلك على الأشقاء ثمن باهظ علينا. نحن لا نريد أن تتضاعف الأزمة، نحن لا نريد أن تتضاعف وأن تتضاعم هذه المشكلة وأن تصبح مشكلة لا يمكن حلها. بالتالي نقول الآن بالإمكان أنه حاليا أن الجلوس على طاولة الحوار ويتم حل هذه المشكلة في إطار حوار مع قيادة بين قيادة الجمهورية اليمنية وبين قيادة دول التحالف العربي المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات. ما دون ذلك أو السكوت أو الصمت أو ترحيل هذه المشاكل أعتقد أنه سيولد مشاكل جديدة ومشاكل كبيرة خلال الفترة القادمة. نعم. طيب أستاذ مختار، اسمح لي أيضا نرحب بضيفي أيضا من عمان الأستاذ عبد الناصر المودع. مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. حياك الله. كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية هذه المرة التي ربما كانت واضحة وصريحة بحجم الخلاف الكبير الحاصل بين الحكومة الشرعية والإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها منع رئيس الجمهورية من العودة إلى عدن؟ أولا تحية لك وللأخ مختار. يعني طبعا وزير الخارجية يبدو أنه تصريحه جاء بعد أن يعني أصبح الأمر معروف أن هناك مشكلة واضحة وكبيرة تتعلق بالعلاقة بين السلطة المفترض أنها السلطة الشرعية والتحالف، لكن أيضا الأمر والمعالجات لا يبدو بأنها ستكون قريبة أو أنها ستكون هناك معالجات، لأنه السلطة الحالية لا أعتقد بأن دول التحالف ستغير تعاملها معها لأنها تعودت على هذا على هذه الطريقة في التعامل معها. في نفس الوقت هذه السلطة لم تقدم نفسها لا سابقا ولا الآن ولا ستقدم نفسها لاحقا بأنها سلطة شرعية تمتلك مشروع الدولة والجمهورية اليمنية، وإنما سلطات أو أطراف لدى كل واحد منها مشاريعها الخاصة، والذي بعضها لا يتعدى مشروع تقوية مركزها السياسي الخاص به وليس مشروع الجمهورية اليمنية والدولة اليمنية الحقيقية الواحدة. وبالتالي هذه السلطة بجميع مكوناتها أصبحت بالنسبة لدول التحالف لا تستطيع أن تطمئن لها ولا تعتقد بأنها ستنتصر بها. ولهذا الآن ما يحدث الآن بالبحث عن سلطات أو أطراف جديدة تتعامل معها، طيب، هذا بيشير أيضا إلى أنها لم تعد تثق بهذه السلطة أو تثق بأن هذه السلطة ستحقق النصر على يديها، وهذا أمر أيضا مؤكد لأنه من تجربة تجربتنا مع هذه الحكومة وأدائها في المناطق التي بين قوسين اسمها محررة تؤكد بأن هذه السلطة لم تمتلك لا القدرة ولا الكفاءة ولا الأخلاق والنزاهة لكي تؤسس السلطة الحقيقية أو السلطة الشرعية. نعم. طيب أستاذ مختار الحبيب، لعلك سمعت ما طرحه الأستاذ عبد الناصر المودع ومن أبرز ما قال بأن هذه الحكومة يعني لم يعد هناك أي ثقة من قبل التحالف بهذه الحكومة، ومن هم في الحكومة للأسف الشديد يعملون من أجل تقوية مناصبهم السياسية ولا يعملون من أجل الدولة اليمنية، وربما التحالف الآن يبحث عن أطراف أخرى يتعامل معها، ما رأيك؟ أولا تحية للأستاذ عبد الناصر، لكن بالنسبة لحديثي عن الحكومة أن التحالف لم يعد يثق بها، التحالف ليس له من حل إلا أن يتعامل مع هذه الحكومة، هذه الحكومة هي التي تمتلك الشرعية والدولة هي بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور، هذه هي التي تمتلك الشرعية وهي التي استدعت التحالف، بالتالي أي إشكالية قد تحدث ما بين التحالف وما بين الشرعية
هو قد يحدث نوعا من تآكل شرعية حتى التحالف العربي المتواجد في اليمن. التحالف العربي تواجد في اليمن تحت غطاء الشرعية اليمنية، فأي إشكالية وأي تعاظم للإشكاليات بين الشرعية وبين التحالف العربي هو سيؤثر على الجميع، سيؤثر على الحكومة، سيؤثر أيضا على التحالف العربي. بالتالي نقول الآن أن الإشكالية حتى هذه اللحظة بالإمكان أن يتم حلها هي مجموعة من الميليشيات يتم دعمها من قبل الإمارات لتقوية نفوذها ولكي تحصل على النفوذ وتحصل على يعني متطلبات طلبتها هي من الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية رفضتها منها ميناء عدن وكذلك الإشراف على مضيق باب المندب وكذلك جزيرة سقطرى وميون وبعضها من المتطلبات التي طلبتها رفضتها الحكومة. بالتالي اضطرت إلى أن تشكل ميليشيات خارج إطار الدولة لكي تمنحها هذه الشرعية. بالتالي هذه الشرعية ليست لديها الشرعية وليست مخولة لا شعبيا ولا شرعيا ولا دستوريا بأن تتحكم بأي مقدرات في الوطن. بالتالي نقول أنه هذه الإشكالية يمكن حلها بأن تقوم الإمارات العربية المتحدة بكف يدها عن المناطق الجنوبية، بأن تتوقف مباشرة عن دعم الميليشيات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، أن تدعم أي منطقة تدعمها هي تدعم المؤسسات الحكومية ولا تدعم الميليشيات الخارجية إطار الدولة، كما تعمل المملكة العربية السعودية. شاهدنا في ميدي حينما تحررت ميدي كان هناك قيادة عسكرية سعودية ذهبت وسلمت المدينة إلى المحافظ محافظ حجة وتحت إشراف الدولة وتحت راية الجمهورية اليمنية. بالتالي هذا نموذج إيجابي، لكن ما يحدث في الإمارات هو العكس، حينما تحرر منطقة تسلمها مباشرة لميليشيات تريد أن تفرض حزام أمني لها، حتى أنهم ذهبوا إلى مدينة تعز قبل أن يتم تحريرها وتريد فرض أجندتها وتريد تغيير المحافظ وتريد تغيير قيادة المقاومة وتريد أن تدعم حزام أمني فيها في هذه المحافظة وفي كثير من المناطق حتى في محافظة الحديدة. كل منطقة تريد أن تحررها تريد أن تشكل ميليشيات خارج إطار الدولة. نعم. تريد أن يكون كل هذه الأفعال أستاذ مختار نعم كل هذه الأفعال يتحدث عنها وتقوم بها الإمارات العربية المتحدة دليل قاطع بأنها لا تعير اهتمام لا للرئاسة ولا للحكومة. إذن من سيوقف هذه المخططات وهذه المشاريع التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في اليمن؟ الذي يستطيع إيقافهم هو فخامة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو الذي يمتلك الشرعية وهو المخول الأول بالحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وكذلك منع أي تدخلات من أي فصيل أو من أي دولة أخرى داخل اليمن. بالتالي رئيس الجمهورية هو الذي هو المخول دستوريا وقانونيا وشعبيا بأن يوقف هذه العبث الحاصل في اليمن. ونحن نقول أن موقف رئيس الجمهورية موقف مشرف، رفض أن يتعاطى مع كل ما تريده الإمارات. بالتالي كانت هناك حملات شرسة لمهاجمته وتم مهاجمة الرئيس ومهاجمة رئيس الوزراء ومهاجمة جباري ومهاجمة صلاح الصيادي وأخيرا هاجموا أيضا حتى نائب رئيس الوزراء، لأنه فقط تحدث الحديث فقط مجرد الحديث عن هذه الإشكاليات يعرض صاحبه حتى وإن كان من القيادة العليا للبلد يجعله يتعرض إلى الهجوم إلى الشتم إلى السب إلى تشويه السمعة وغيرها من هذه ما يحدث. نعم أستاذ عبد الناصر المدع، هل فعلا كما يقول الأستاذ مختار بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو من يملك إيقاف الإمارات عند حدها لكل هذا العبث الحاصل في اليمن؟ يعني هذه من الناحية النظرية، لكن من الناحية الفعلية الأمر مش بهذا الشكل. الرئيس عبد ربه منصور هادي هو يمتلك شرعية هزيلة جدا، وقد أساء لها هو أكثر من غيره. أولا فترة الزمنية تجاوزها الوقت، إضافة إلى ذلك هو كان شرعية توافقية. من الناس ما انتخبوش عبد ربه منصور لأنه نزل كمرشح للرئاسة، انتخبوه أن يكون رئيس توافقي، واختارته الأحزاب والقوى السياسية في حينها، وتم تكييف الأمر ليصب في صالح الاتفاقية التي كانت المبادرة الخليجية، وهو بعدها تنصل من دوره التوافقي وبدأ يلعب على ليقوي مركزه السياسي والبحث عن كيف يطيل عمره في السلطة، وفقد شرعيته السياسية، فقد شرعية قانونية هزيلة جدا يتمسك بها، وأداؤها السياسي، أداؤها الإداري، أداؤها
فيما يتعلق بالخدمات، فيما يتعلق بمرتبات الموظفين، مرتبات الموظفين في المناطق الشمالية لا يتم منحها للموظفين بشكل عنصري، أقولها هكذا بكل صراحة، وانفصال إلى أنه يحرم معظم موظفي اليمن لأنهم في الشمال من حقوقهم الخدمات. نعم. لا تخصص للشمال حتى لا يتشعب الموضوع أستاذ عبد الناصر. لا لا, لا بس حتى لا يتشعب الموضوع. الشرعية نعم. هنا الشرعية كيف الشرعية؟ الشرعية مش اسم وخلاص، والله طبعنا شرعية وسميناها عبد رب منصور وهو حيظل يتحكم باليمن وبالعالم، يقول لهم أنا الرئيس الشرعي الذي ضروري تمر كل شيء من عندي. عندما يكون رئيس شرعي وقوي وعنده مشروع دولة ستخاف من أو ستعمل له اعتبار السعودية والإمارات وغيرها، لكن بحيث أنه الفساد الشديد الذي يعتري نظامه وأداؤه وضعفه وعدم شعبيته، كل هذه تجعل التحالف لا يعيره. إذن ما هو الحل؟ الشرعية الوحيدة أستاذ عبد الناصر، الشرعية الوحيدة يا رئيس عبد ربه منصور، هذه إيش الحل؟ الشرعية افرض أن احنا جلسنا 100 سنة حرب أيضا لا عبد ربه منصور، يعني ما احناش قادرين نحل مشكلتنا. الشرعية من جديد عبد ربه منصور أتى بتوافق، أتى باتفاق القوى السياسية المعارضة للحوثي جميعها تلتقي وتختار شرعية جديدة، هذا هو الحل المثالي لليمن. هذا منطق الانقلابيين استاذ عبد الناصر. استاذ عبد الناصر حزب الاصلاح في باسم الجيش الوطني وميليشيات المتناثره باسم الاحزمه الامنيه، هذه كلها ميليشيات. هذا منطق ميليشيات الحوثي الانقلابيه استاذ عبد الناصر، ربما هو تحامل كبير على الشرعيه باكملها. الحوثيين يشتوا عبد ربه منصور يظل الحاكم لانه لن يجدوا من هو اضعف من عبد ربه منصور ليحكموا، لأنه لو مثل الشرعية قيادة حقيقية قوية في هذه الحالة الحوثيين سينهزموا، الحوثيين منتصرين بهذه الشرعية الهزيلة، هذه الشرعية الهزيلة يريدها الحوثي. أستاذ مختار نعم أستاذ عبد الناصر، أستاذ مختار الرحبي، إذن ربما الميليشيا الانقلابية كما يقول أستاذ عبد الناصر هي حريصة على بقاء الرئيس عبد ربه منصور هذه، لأنها لن تجد مثل هذا الرئيس الضعيف التي ستحكمه كما يقول. اولا بالنسبه للميليشيا الحوثيه لو كانوا يريدون بقاء الرئيس عبد الرب منصور هادي ما كانوا حاصروا منزله وما كانوا ارسلوا الطائرات الى عدن لكي يقتلوا ويتخلصوا من عبد الرب منصور هادي الى قصر المعاشق في مدينه عدن، ونحن شاهدنا حينما اقتحموا منزله وقتلوا حراسته في صنعاء. بالتالي نقول اننا الان نقول ان المشكله الرئيسيه في اليمن هو عبد الرب منصور هادي، انا اعتقد ان هذا كلام غير مقبول. يعني الجميع يعرف ان الوضع الان ليس فقط انه ضعف الحكومه وفساد الحكومه، فليكن هناك اشكاليات فليكن هناك فساد، ولكن هل نعالج الفساد وهذه المشكله بان يتم البحث عن رئيس جديد والانتقال الى متى سيتحمل اليمنيون هذا الضعف والخلاف و يعني السوء كما يتحدث الاستاذ عبد الناصر في صفوف الشرعيه وفي الرئيس عبد ربه منصور هذه 100 عام؟ ليس 100 عام حتى نتخلص من الميليشيات الانقلابية. البديل للحكومة الشرعية وللدولة وللجمهورية هي الميليشيات الانقلابية، هم الآن يخوفون الشعب اليمني أنه ستستمر هذه الحرب وأن الحرب هذه مستمرة وأنه لا حل معكم إلا إما بوضع انتقالي جديد أو بالميليشيات الحوثية. بالعكس نحن نستطيع أو الجيش الوطني إذا ما توفرت لديه القوة والدعم وكذلك القرار أعتقد أنه باستطاعته أن يحرر كافة المناطق، وبعد ذلك لنذهب. رئيس الجمهورية بالفعل هو رئيس انتقالي، حالما يكون الوضع في استقرار هو سيسلم السلطة إلى في انتخابات جديدة برلمانية ورئاسية وسيسلم السلطة، ليس رئيس سيكون مدى الحياة، هو رئيس انتقالي ستنتهي فترته حال انتهاء الوضع القائم حاليا. شكرا لك مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا من الرياض، وعودة إلى الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، إذا تحدثنا أيضا الآن عن موقف المملكة العربية السعودية، أين تقف من كل هذه الخلافات والتباينات بين اليمن والإمارات؟ يعني ليس واضحا أولا ما هو موقف السعودية، كيف تقييم السعودية لما يحدث بين عبد ربه منصور والسلطة التابعة له
والإمارات. ليس معروف بالضبط هل بتقيموا أنه هناك مشكلة، هل بتلتقي مع الإمارات في بعض الأمور ولا تلتقي؟ لكن كما قلت أنه السعودية عندها تشعر بعجز هذه السلطة، لا تثق بهذه السلطة، لا تثق بأطراف كثيرة داخل السلطة، لا تريد أن تمكن، لا تعتقد بأن هذه السلطة بمكوناتها الحالية هي البديل الأنسب والأمثل لأن يحكم اليمن بدلا عن الحوثي. وبالتالي هي تلتقي مع الإمارات إلى حد ما في أنها أيضا بتبحث عن 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 بديل آخر، لكن يبدو أنها العملية ليست في العلن، أو أن هناك أيضا إشكالية، ربما يكون هناك إشكالية، لكن ما نعرفه أنه لو لم تكن السعودية، لو كانت السعودية في حالة خلاف حقيقي مع الإمارات لا وجدنا ذلك بسياسات متغيرة، في خاصة في المناطق الجنوبية، المناطق التي تسيطر عليها الإمارات. لكن حاليا نجد أن الإمارات بتسلك نفس السلوك التي كانت عليه رغم احتجاجات الحكومة الشرعية، وبالتالي لا يبدو بأن هناك اختلافات كبيرة. أكيد أن هناك اختلافات، لأنه بالطبع الوجود الإماراتي أو غير الوجود السعودي، السعودية هي الدولة التي يهمها بشكل أساسي الوضع في اليمن، اليمن جزء من الأمن القومي السعودي، السعودية لديها مصالح حقيقية في اليمن، وبالتالي من الطبيعي أنه يكون لها توجهات تختلف عن أي طرف آخر، الطرف غير الجار، الطرف البعيد، لأن الطرف البعيد لا تهمه الجمهورية اليمنية مثل ما يهمه يهمها الجار. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان، ونشرك معنا في الحديث من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. وزير الخارجية يعني تصريحاته كانت واضحة بأنه لابد أن يكون هناك مراجعة للعلاقة والخلاف بين الإمارات واليمن، برأيك هل فعلا سترى النور هذه المراجعة وسيتم اتفاق والجلوس بشفافية والوقوف على جميع النقاط التي انحرفت والتي أدى من أجلها التحالف العربي لدعم اليمن؟ طبعا يعني هذه النقطة أثارها غير وزير من الحكومة، أثيرت من قبل الصيادي، على الأقل هذه المرة جاءت على لسان الوزير الخارجية، الرجل الأول في الدبلوماسية الخارجية اليمنية. نعم وهو أشار إلى الخلافات، لأن الخلافات مع الإمارات تمنع وتحول دون عودة الرئيس هادي، بالإضافة إلى الانقسامات الأمنية. أشار أيضا إلى وجود خلافات مع التحالف تتمثل في الخلاف حول الميليشيات الموجودة في عدن، يقصد طبعا ميليشيات الحزام الأمني التي لا تتبع الشرعية بشكل واضح، ولكن يعني هو ألمح إلى وجود نوع من التواصل من أجل حل هذه الخلافات، وتوقعات أن يكون هناك لقاء يعني إن لم يكن على مستوى القمة فعلى مستويات عليا لمناقشة هذه الأمور. الوضع لا يحتمل مزيد من الخلافات بالطبع في عدن، ولا أعتقد أن التحالف يرى أن الأمور تصب في صالحه بهذا الشكل، وبالتالي هناك من يطرح داخل التحالف بأنه لابد من احتواء الموقف ولابد من تطبيع الأوضاع في عدن، ومن غير المنطقي أن تكون الحكومة في عدن وتكون هناك أحزمة أمنية لا تخضع لسلطة هذه الحكومة وهذه الدولة. هذا يأتي بسمعة غير طيبة للتحالف العربي، وقد استغل هذا الأمر إعلاميا وسياسيا للضغط على التحالف والضغط على الإمارات وعلى السعودية، وأعتقد أنه أصبح يشكل عبئا على التحالف العربي وجود هذه المعضلة وهذا المشكل في عدن، يشكل عبئا على التحالف. أعتقد أن التحالف معني بحل هذا الموضوع مع القيادة اليمنية. نعم طيب، الآن هل يعني بعد أن ظهرت الآن واضحة تماما، الآن لم يعد هناك ما يعني زي ما أقول مثلا يستخبى، يعني هل سيتم حل هذه المشكلة أم أنها الخلاف سيكبر والمشكلة ستتعمق أكثر؟ أنا لا أعتقد أن الخلاف يمكن أن يخرج عن 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 الطور أو أن يخرج عن 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 السيطرة. نحن نشهد نوع من الرسائل
التي يمكن أن نفهمها في إطار المكايدات السياسية، سواء بين الإمارات والرئيس هادي أو بين الإمارات وحزب الإصلاح أو داخل بعض المكونات اليمنية كالحزام والحكومة والحزام والألوية الحماية الرئاسية. هذه التناقضات أعتقد أنها لا تزال محكومة بسقف التحالف العربي، ولا تخرج، لن تخرج عن الإطار ما دام التحالف لا يريد لها أن تخرج. وأنا كما أشرت أعتقد أن ما يجري في عدن إذا ما تطور فإنه سيؤدي إلى تقويض المسألة برمتها، ولا أظن أن هذا في وارد أهداف التحالف العربي أو في وارد مصالح الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية التي تسعى إلى وجود دولة، لأنه بوجود الدولة ستضمن مصالح المملكة العربية السعودية ومصالح الإماراتيين ومصالح الأطراف المختلفة في العملية السياسية في اليمن. بدون وجود الدولة فالمعبد سينهار على رؤوس الجميع وسيخسر الجميع، وهذا ما يدركه بكل تأكيد المسؤولون في التحالف والمسؤولون في الحكومة الشرعية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي وأيضا المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحية معدة هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.